القمر والتأمل والصيام جميعها أشياء لها طاقة تؤثر على الإنسان ولها تأثيرات إيجابية على الصحة النفسية وحتى الجسدية. أكيد سلمى، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك والعيد، كيف من الممكن أن يستثمر الإنسان ويستمر بالاستفادة من الطاقة من هذا الشهر؟ هذا الموضوع لليوم رح تخبرنا عنه الدكتورة غالية البغدادية، الأخصائية بعلوم الطاقة. يسعد صباحك وكل صباحك عام وأنت بخير. وأنت بألف خير حبيبتي. يسعد صباحك غالية. يعني دائما نحن هيك بنبدأ معك نهارنا بطاقة إيجابية كبيرة، مجرد ما تعدي هيك جنبنا بالاستوديو بتبلش حبيبتي الطاقة هيك تنفرد. يمكن هذا الموضوع اللي لازم نحكي فيه بعد فترة العطلة والأعياد، الشخص كيف هيك بيرجع بيشحذ طاقاته وبيبدأ خلينا نقول أسبوع العمل. تمام، اكيد هلا بعد فتره من الصيام واجا العيد وهيك، فنحن متعودين على روتين معين اذا استرخاء بدك. بقى وراحة. تمام، يعني تعودنا على شيء معين برمضان وهو اللمه، الجمعه، الالفه، المحبه، هي اللي بتصير بهذا الشهر. فنحن كيف لازم نستثمرها هي القصه؟ لازم نستثمرها بطريقه انه نتابع شوي بعد رمضان، اكيد مو بنفس الطقوس او بنفس الحاله، بس شوي ما نبعد كثير او نبعد كليا عن هالقصص اللي نحن تعودنا عليها. يعني يا ريت انه بس نحدد مثلا وقت مثلا الغداء انه يكون بس انه اللمه كلها العيله مثلا تجتمع، او حتى العشاء انه العيله كلها تجتمع، يعني يضل عنا هذا الشيء الحلو جزء ما من نفقده. الحاله الروحانيه اللي عشناها تماما خلال يعني الشهر، هي مخزون نوعا ما بدي احاول انا استثمره. تمام، يعني يعني ما نفقد هذا الشيء الحلو اللي كنا فيه لا خلص، كل برمضان. واحد بيتغدى لحاله وخلصت شايفه، هو هي المشكله الفطور، انه خلص رمضان لا عاد في سحور لا عاد في فطور، بقى رجعنا للفوضى، رجعنا لكل حدا لحاله، كل واحد بياكل كل حاله، رجعنا لهالقصة. لا، نحن لازم شوي نحافظ على هالطقوس وهيك نضل يعني نعمل ولو لمة بسيطة إن كان غدا أو عشاء. يعني خلينا كيف ممكن نحافظ على هي الطقوس أو نستمر فيها؟ يعني خلال شهر رمضان المبارك في حالة روحانية، حالة من الإيمان مع العائلة، مع التواصل مع الرب. خلينا نقول هي خلال هذا الشهر نحن يمكن نوعا ما عندنا مخزون كتير كبير، كيف فينا نستثمره، كيف فينا نستمر، خصوصا يمكن مع الجو الحرارة مرتفعة بالصيف، الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، في طاقات سلبية فعلا بتفرض حالها عليك إن كان بالعمل ولا بالطريق ولا بالبيت، فكيف فينا نوعا ما نحاول نستمر بهيدي الطاقة؟ تمام، هلا اكيد بالشوب كثير، هلا هي ما بدنا ننسى يعني كتير. لازم نحكي عنها من احسن لانه درجات الحراره مرتفعه عن المعدل 6 7 درجات، يعني في موجه حرب بلشت من امبارح فالناس اكيد، فنحن لازم نحكي هاي القصه بالذات انه نحن بس ترتفع الطاقه جدا او بس ترتفع الشوب كثير بتصير الطاقه جدا عاليه، فبتاثر علينا، بصير نحن بتعطينا مفعول عكسي، يعني بصير عندك تعب حتى خمول كمان. تماما، يعني حتى اي شيء بامور الطاقه لازم ما تشتغلي فيها ابدا، لانه بتبلش الطاقات تتغير، حتى بالكون كونيا بتتغير الطاقات. فما لازم نشتغل شيء يعني لا تأملات لا أساس بالطاقة نهائي، ولا حتى جذب ولا حتى شيء، بنوقف تماما لأن بتعمل لنا خربطة كثيرة بالكون. شو البدائل طيب بتصير؟ هلا عندنا بدائل انه نحن نعوض هذا الشيء بالهدوء، يعني نكون هادين قد ما فينا، يعني قد ما فينا نحاول نعمل الشغلات اللي شوي تبعدنا عن العصبيه، ان يعني ضبط اعصاب كنترول. تماما، حتى انه الدوش مي بارده نعمل كل شوي مي بارده، لانه بتنزل من هي الطاقه الفايره، يعني نحن شوب والطاقه والكون بيكون في خربطه كونيه، فبتحسي حالك عم بتفوري وتغلي وهيك وعصبيه مالك متحمله كلمه. هلا هذا الشيء نفسه بيصير هل هذا الشيء نفسه بيصير بالشتاء على فكره كمان، وقت يكون برد كثير كمان بيصير في خربطه بالطاقه الكونيه، ما فيك حتى نحن كمعالجين بالطاقه ما فيك حتى تعالجي بالطاقه لما بيكون في خربطه، ما فيك تعملي تاملات، ما فيك تعملي قانون جذب، ما فيك تعملي شيء ابدا. خصوصا نحن البلاد العربيه بلاد عاطفيه، يعني الناس عاطفيين، فبتلاقي تمام. فعلا تغير الفصول بيلعب دور بحياتنا، فقديش فعلا نحن قادرين نعمل ضبط او كنترول. يعني مثل ما قلتي مثلا الحراره ايه بتاثر، يعني بتاثر عليك عاطفيا، إن كان في برد بتأثر، لأنه نحن محكومين بالعواطف نوعاً. يعني حتى أثبت هذا الشيء علمياً، يعني عادة الأطباء بيقولوا إنه خلال فصل الخريف بيكون في اكتئاب الخريف، خلال فصل كذا، يعني هذا كله أساساً مدروس علمياً إنه الإنسان طبعاً بيتأثر بالطبيعة المحيطة فيه. أكيد طبعاً نتأثر نحن بكل شيء محيط فينا، يعني فلازم ننتبه من هالقصة، خصوصي بهذا الجو. هلا قد ما فينا نبعد عن الشغلات اللي بتعطينا عصبية، شرب المي كثير مهم، إنه نشرب كثير مي، يعني نتناول أكواب من الماء تكون شوي باردة، حتى شوي نعمل توازن داخلي بيننا وبين حالنا، يعني هذا شيء كثير مهم. نبعد عن الأكلات الدسمة، نبعد عن الأكلات المالحة، نبعد عن الشغلات اللي بتعطيكي حتى بتعطيكي طاقة قوية، يعني مثل مشاريب الطاقة أو هالقصص كمان نبعد
عنا الكولا وهالقصص كمان لازم نبعد عنها لانه فيها كميات من السكر كتير قويه، فكمان نفس الشيء كمان بتضر. يعني بدنا نضل هالفتره بالذات شرب مي كتير، اكل خضره كتير، فواكه كتير، نركز على هالقصه حتى نحافظ على معدل الطاقه بجسمنا. خربطه كثير تصير لانه هلا حتى بهذا الطقس كثير بيصير في امراض، يعني بيصير في التهابات امعاء، بيصير في جريب، بيصير عندنا كثير قصص بتكوني انت مالك عامله حسابها يعني، فبتصير معنا. فلازم ننتبه حتى لاكلنا، يعني حتى في ناس هلا كثير عم بيتجهوا لك للمسابح مثلا، تقول لك شوب كثير نطلع على المسبح. هلا هو منه غلط، بس انه بهذا الوقت بالذات وقت بيكون كثير شوب ودرجه الحراره او الشمس كثير قويه، نفس الشيء كمان حضرنا يعني حنصل لشيء يعني تجنب اساسا تعرض الحرارة هون لا تمام. عم تزيد يعني. تماما يعني انت عم تفقدي بهالحرب بالذات عم تفقدي شيء من المي اللي مخزنه بجسمك، فما بالك انت حتى عم بتعرضي جسمك لهي الطاقه او لطاقه الشمس القويه جدا، عم تعملي يعني المي اللي داخل جسمك عم تنفرز لبرا، ونفس الشيء الجلد عم تحرقيه انت عم تعرضيه للشمس القويه، فانت ضريتي كثير جسمك. فحتى لازم ننتبه من هالقصه بالذات. طيب غاليه، هل بتنصحي يمكن جلسات التامل او شيء اللي كان بيعملها الشخص الأوقات الطبيعية بفترة الصباح أو هي إنها تنتقل لفترة المساء يمكن بس تهدى الشمس، هل هي مفيدة إنه الشخص يعمل هي الجلسات أو يقعد شوي مثل ما كنتي تقولي إنه عدوا بمكان فيه طبيعة، تفرجوا على السماء، ريحوا بصركم، شوفوا الخضار، شوفوا لون السماء بحد ذاته، هل تنصحي بهذا الشيء إنه يصير مساء بعد ما تخف درجات الحرارة؟ هلا أكيد بنصح بهذا الشيء المساء، بس بدي يكون مكان مفتوح. يعني قبل كنت أقول عدوا شوي لحالكم بغرفتكم اعملوا تأمل مثلاً. أو شيء، لا أنا هلا أفضل إنه يكون مكان مفتوح، إن كان برندا، بلكون أو شباك أو أي شيء، إنه نقعد شوي ناخد نفس ونبلش بقى إنه نجمع شوي من الطاقة اللي نحنا فقدناها طول النهار. طيب كيف فينا نحافظ على طاقتنا ونستثمرها بطريقة صحيحة ما نفقدها بشكل كتير كبير؟ يعني نحافظ يكون في مخزون داخلي نحافظ عليه، يعني مثل ما قلتي الظروف يمكن الحياتية أو ظروف الجو بتلعب دور، بس كمان يمكن التصرف الخاطئ هو للشخص نوعا ما بيخلي هي الطاقة يتم هدرها بطريقة غير صحيحة فينا. تمام، هلأ نحن بنهدرها بطريقة غير صحيحة لما نحن بنبذل أكثر من جهدنا، يعني بموضوع مثلا إذا أنت عم تحاولي تناقشي أي شخص مثلا عم تحسي إنه النقاش معه عقيم تماما، يعني انت عم تحكي من هون هو عم بيحكي من هون، وانت خلص صار عندك اصرار انه لا انا بدي اقنع بوجهه نظري. طب ليش؟ يعني هذا كله صار عندك استنزاف للطاقه. يعني انت مثلا لما بدك تفوتي باي موضوع لقيتي الشخص ما عم بيفهم عليكي، بسكر على الموضوع وخالص القصه. بس غالبا نحن فعلا نعطي مجهود اضافي، يعني انت قلتي جمله انه لازم ما يكون عندنا مجهود اضافي، جميع الناس غالبا بيكون في عندها مجهود اضافي، يعني في نوعا ما تكبر على الحاله النفسيه او تكبر على طبيعه الجسد، يعني نحن بنبذل مجهود مضاعف على المجهود اللي لازم نبذله. تماما، بشكل هلا هلا شيء طبيعي. هلا نحن بما انه شباب وهلا نحن عم نعمل شيء معين بالحياه، يعني نحن عم نثبت وجودنا او عنا كلياتنا عنا امال وعنا طموحات معينه حابين نصلها، فشيء طبيعي انه نحن كشباب هلا نبذل جهد مضاعف حتى نصل للشيء اللي بدنا اياه، بس مو بهالاوقات هي الغلط اللي نحن الطاقه فيها مكركبه وانا بقى بدي ابذل طاقه زياده عن اللزوم حتى اثبت ذاتي. اكيد لا، بنقي الوقت المناسب او بشوف الاوقات اللي بيكون الجو معتدل في راحه نفسيه لاقدر انا اعمل هذا الشيء. اما انا مثلا مثل اليوم هو شوب وكثير تعب والطاقات كثير صعبه بنزل على السوق، هي غلط مثلا. تماما، او مثلا بعمل مشكل مع حدا مثلا وبصير بقى بدي ابذل كل طاقتي وعصب وعيط حتى شو انه انا بدي يعني اعمل مشكله او بدي حل مشكله او ليش يعني. لا، انا قد ما فيني ببعد عن التعصيب، ببعد عن اي شيء بيعمل لي استفزاز اذا بدك. يعني في شغلات انت بتحسي حالك انت بتتضايقي منها فانت بتتجنبيها بتبعدي عنها، ما بالضرورة أني أنا أعملها بهذا الوقت بالذات. يمكن حتى أشخاص أنت إذا اجتمعتي معهم بيعملوا لك نوع من بتحسي حالك أنت عصبتي. هلأ في كتير ناس بتقولي مجرد أنا ما شفتهم عصبت، فأنا بحاول بعيد قدر المستطاع عن هاد أي شيء أو أي قصة بتعمل لي كركبة أو بتعمل لي تعصيب، لأنه مو وقت، عن جد مو وقت. طيب غالية، عادة في ناس بتقلك هاي الجملة اللي كتير بنسمعها أنه أنا ما بدي أعصب بس التعصيب عم يجي لعندي، أنا ما بدي أتضايق أو أتوتر بس في
شغلات عم تصير عم تخليني اتضايق او اتوتر. بهي الحالات اللي هو بصير في معنى يمكن بالوضع الطبيعي شغلات طارئه مثل ما بيقول، دائما اي شيء طارئ هو بيخلي الانسان يتحفز نفسيا يتوتر لانه رح يستغرب هذا الشيء. تمام، كيف انا فيني اتصرف مع هذا الموضوع؟ هلا اكيد مثل ما قلتي بنكون احنا قاعدين، بتقولي انا بعيده عن المشاكل اجت المشاكل عندي. تماما. هلا في حال انت كنتي مثلا واقفه واجا اي حدا مثلا عم بيحكي لك موضوع وصار مثل تعصيب او صارت مثل مشكله، انت شو بتعملي؟ فورا غيري وضعيتك لحتى تكسري هي الطاقه السلبيه اللي اجتك. يعني اذا كنتي واقفه فورا عادي، اذا كنتي قاعده فورا وقفي. انت اي موضوع بيجيك بتحسي حالك فورا بتعصبي بتشدي على ايدك انه معقول هيك او انت فورا غيري الوضعيه اللي انت فيها. يعني كنتي شاده على ايدك افردي ايدك، هي شغله كثير مهمه ان انت اعملي اي شيء غير الوضعيه معاكس اللي انت عملتي تماما، حتى هذا الشيء بيكسر من الطاقه او بيكسر من التعصيب اللي اجاكي. الشيء الثاني المي، المي كثير منيحه. يعني انت اي موضوع بتحسي حالك عن جد عصبتي روحي ولو بس غسلي ايديك بالمي، مي يعني بارده، مي بارده اكيد. يعني غسلي ايديك بالمي يعني مو بس كفوف ايدك، يعني اذا فيكي ترفعي لهون مثلا تمام، او حتى فيكي تغسلي وشك تبلي شعرك. هي شغله كمان كثير منيحه كمان بتنزل فورا من الطاقه او من الشيء السلبي. يعني اللي المي سواء شربناها او حتى غسلنا وشنا يمكن هي افضل دواء لتهدايه ال اكيد الأصاب. اكيد يعني المي فورا بتسحب الطاقه، لان انت لما بتجيكي اي موجه تعصيب هي شو عباره عن مثل نار بتحسي او ارتفاع بدرجه حراره جسمنا اذا بدك، فانت لما فورا بتطفي بالمي، المي كثير منيحه بتنزل فورا من هي الطاقه يلي اجتك. يعني والمي نور بعد الحلقه فورا انا لازم فبتحسي انه فورا بتهدي، يعني بتحسي صار عندك شيء من الهدوء. يعني ليش هلا بيقولوا لك الوضوء قبل مثلا كل صلاة كمان بشان هذا الشيء؟ عن جد بينزل من الطاقة السلبية اللي انت حتى عم تاخديها من محيطك. يعني هو اساسا خلقنا الانسان من مي وطين فهي تكوين. خلينا نحكي معك، يمكن هذا الكلام كتير جميل بس قديش فعلا الناس بتقدر تطبقه؟ يعني نحن عم نلاحظ بالفترة الاخيرة بسبب ظروف الحياة الصعبة والمعيشة الكل معصب. يعني انا بقول لهم انه بحاول قد ما فيني نعمل كنترول، يعني انت بالمقابل لازم يكون في عندك كنترول. بيسمعوا هذا الكلام بيقولوا كتير حلو بس قديش فعليا انا قدران طبقه؟ يعني قديش فعليا انا يمكن القناعه فيه نوعا ما، او اذا انا صدقته فيني طبقه؟ بس بتلاقي العالم بتقول لك هذا الكلام صحيح بس لا، بترجع بتعيش حياتها مثل ما هي عم تعيشها وما بتغير شيء. يعني مثلا في عالم طبيعتهم بتقولون صباح الخير حتى بيقول لك صباح النور هو معصب النور. قسم كبير من الناس نحن بنقول انه في ظروف حياتيه صعبه بس قديش هي التفاصيل بتاثر على نفسنا. يعني الظروف الحياتيه صعبه بس انا ما بزيد على حالي. تمام. هلا ما حدا عم يبلش المشكله، يعني كلياتنا بنسمع وبنحكي بالموضوع بس ما حدا ببلش. لو كل شخص ببلش بس بيقدم خطوه لقدام يعمل شيء حيلاقي شيء عن جد، او حيلاقي شيء بحياته بلش يتغير، يعني حيلاقي حياته تغيرت للافضل. بس نحن المشكله انه كلياتنا بنسمع بس ما بننفذ، انه ان شاء الله بدي اعمل، ان شاء الله بدي اسوي بس ما بعمل شيء. هلا اي شخص ببلش حيلاقي في تغيير، انه والله انا، او يقعد يفكر بس انه انا والله وقت عملت حسيت صار في تغيير، حسيت انه في شيء احسن. بعدين هي شغله تدريب، يعني نحن ما بدنا نحكي انه هي شغله ما لها بالهين. يعني شخص متعود فورا يعصب او فورا يعيط او فورا تماما، يعني ما شغله هينه انه يقدر فورا ينقلب على الوش الثاني انه يصير كثير هدوء ويصير كثير هيك. اكيد ما بيمشي الحال، هي شغله تدريب، بده يبلش خطوه خطوه. يعني اول مره يحاول مثلا يعد للخمسه انه انا لا بدي اضبط حالي، ثاني مره للعشره، ثاني مره للعشرين، هيك حتى يصل لشيء معين. وانا بتمنى من كل شخص فورا هيك عصبي واندفاع يعني مندفع على طول بالهذا بالحياه انه بس يوقف على المرايه ويشوف وشه تعابير وشه كيف بتصير هو ومعصب وهو عم بيضحك ومبتسم كيف بتصير وشه بتلاقي غير روق. اكيد غاليه دائما نحن عنا تفاصيل تانية كمان رح نناقشها بحلقات تانية ونحكي اكثر عن الطاقه وتاثيرها بحياتنا. بدنا نشكر وجودك معنا اليوم، شكرا كثير لك حبيبتي. دكتوره غاليه البغدادي شكرا لوجودك معنا، واهم النصائح هي ضبط النفس يمكن والقناعه. القناعه كنز لا يفنى. شكرا كثير لك حبيبتي، تسلمي. اما هلا نور لوين